على ذكر الأستاذ بديع الزمان نورسي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، حدثنا أستاذنا حسني بيرم، حسني بيرم أغلو رحمة الله عليه، وهو آخر من بقي من تلاميذ الإمام المجدد بديع الزمان نورسي، وقد أدركته ودرست عنده وأنا مجاز منه. قال قبل تقريبا 5 أو 6 سنوات قال لنا، أخبرني الأستاذ بديع الزمان نورسي، قال سيرجع آيا صوفيا مسجدا، في ذلك الوقت في قمة استفحال العلمانية في تركيا، يقول وكانت يعني آيا صوفيا متحفا، قال سيرجع آيا صوفيا مسلما وأنا لن أدرك ذلك اليوم، وأنتم يقول وكنا كثير من الطلاب كنا أمامه، يقول وأنتم لن يدركه أحد منكم إلا حسني بيرم. يا الله، دون باقي الطلاب، وعلى فكرة طلاب الأستاذ بديع الزمان عشرات إذا لم نقل مئات، قل سيدركه فقط حسني بيرم. ثم ضحك وقال أنا الآن تجاوزت الثمانينات فلا أدري، يعني إن تحققت فراسة الأستاذ فسأدركه مسجدا. قبل سنتين عندما عاد مسجدا كان الأستاذ حيا رحمة الله عليه، اتصل به الرئيس رجب طيب أردوغان، قال تحققت فراسة، صادقت فراسة الأستاذ بديع الزمان، أنا أدعوك لتحضر معنا الافتتاح. وحضر الافتتاح وكان جالسا قرب الرئيس مجاورا للرئيس. الله سبحان الله. عندما دخل رمضان بعد الافتتاح، يعني بأشهر قليلة في رمضان، في يوم الجمعة من رمضان توفي الأستاذ حسني بيرم، كأن الله تعالى أطال بعمري ليدرك هذا الحدث، أطال بعمري ليدرك هذا الحدث، وتوفي بعده بمدة يسيرة رحمة الله عليه. رحمة الله عليه.